المره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم في الشابتر 5 ولو تفتكروا كنا اتكلمنا فيه على شويه الجوريزمز الفيرست كوم فيرست سيرف الشورتست جوب فيرست الجوريزم ده كنا خدنا منه تو فاريانتس واحد بري امبتيف واحد نون بري امبتيف واتكلمنا على الراوند روبن الجوريزم. ان شاء الله النهارده هناخد الجوريزم الرابع بتاعهم البرايورتي وبرده ده في منه اتنين فاريانتس واحد بري امبتيف واحد نون بري امبتيف. فهتحسوا ان ده شبه اللي احنا اوريدي كنا بنعمله التوتوريال اللي فاتت انه بس كل الفرق البرايورتي سكادجولينج الجوريزم ده هيخلي كل البروسس عندنا موجوده في الراتي كيو يعني بروسس بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 وهكذا كل بروسس من دول لا هدوا نفسكم يا جماعه احنا كده كده اتاخرنا كل بروسس من دول المفروض هيبقى ليهم برايورتي نمبر. يعني مثلا اقول ان البروسس بي 2 ليها برايورتي 1 بروسس بي 3 ليها برايورتي 3 بروسس بي 1 ليها برايورتي 4 بروسس بي 4 مثلا ليها برايورتي 2 يا شباب كل بروسس من دول ليها برايورتي نمبر معين واكوردنج للبرايورتي نمبر السكادجولر هيسلكت واحده منهم ويالوكيت السي بي يو. يعني فور اكزامبل لو عندي برايورتيز 2 3 1 و 4 وجيفن عندي ان البرايورتي نمبر كل ما يقل ده معناه ان البرايورتي بتاعت البروسيس اعلى فده معناه ان البروسيس اللي البرايورتي بتاعتها ب 1 دي اللي ليها اعلى برايورتي فساعتها السكادجولر هيسلكت بروسيس بي 2 تو اكسكيوت يليها في البرايورتي بروسيس بي 4 اللي ليها برايورتي نمبر 2 يليها بروسس بي 3 اللي ليها برايورتي 3 واخيرا بروسس بي 1 اللي ليها برايورتي 4. فبدل ما كنا في الاكزامبل مثلا بتاع شورتس جوب فيرست بس سلكت ويتش بروسس تو ران اكوردنج للي ليها بيرست تايم اقل لا دلوقتي هسلكت ويتش بروسس تو ران اكوردنج للي ليها برايورتي نمبر اقل اللي هي في الاخر بتقول لي ان البرايورتي بتاعه البروسس دي اعلى. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ فتعالوا نشوف اكزامبل مثلا مديني شويه البروسيسز دول من 1 ل 5 ومديني البيست تايم زي المره اللي فاتت بس كل الفرق انه اداني معلومه زياده وهي البرايورتي نمبر وبدل ما ادانيش ارايفل تايم ده معناه ان هم كلهم ارايفد ات تايم 0 وبدل ما قاليش بري امبتيف ولا نون بري امبتيف فهنستعمل النون بري امبتيف. فده معناه ايه؟ ان انا التايم 0 المفروض عندي الليست اوف بروسيسز دول والسكادجولر شغال برايورتي بيز معناه ايه؟ انه يبدا يشوف مين البروسيسز اللي افيلبل وهيختار اعلى برايورتي. فمين اعلى برايورتي هنا؟ مين معانا؟ بي 2. فبي 2 هتبدا تجات الوكيتد وهتاخد البيست تايم بتاعتها اللي هي 1. بعد ما خلصت مين هيبقى ليه برايورتي اعلى؟ بي 5. فبي 5 هتاخد البيرست تايم بتاعتها اللي هي 5 وبعد كده بي 1 هتاخد البيرست تايم بتاعتها اللي هي 10 ثم بي 3 تاخد ال 2 واخيرا بي 4 تاخد ال 1. لو حبينا نحسب الافريج ويتنج تايم فلو تفتكروا كنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن 3 تايمنج نقدر نحسبهم الترنال اون تايم هو الفينش ماينس الارايفل الويتنج تايم هو الفينش ماينس الارايفل ماينس البيرث واخر حاجه الريسبونس تايم الستارت ماينس الارايفل. فلو احنا عايزين نحسب الويتنج تايم فالبروسيس بي 1 الفينش بتاعها كام؟ امتى خلصت؟ 16. الارايفل بتاعها ما قاليش يبقى كلهم ارايفل بتاعها بزيرو البيرست بتاعتها بتا فده معناه انه ب 6. طب البروسيس بي 2 فينيش ات 1 ارايفد ات 0 البيرست بتاعتها 1 فيبقى الويتنج ب 0. بروسيس بي 3 فينيش ات انتوا مركزين معانا يا شباب 18 والارايفل 0 والبيرست 16 فيبقى 16. بي 4 finished at 19 والarrival 0 والburst 1
فيبقى ب 18 واخر حاجه بي 5 فينيش بات 6 والارايفل 0 والبيرست ب 5 فيبقى الويتنج بتاعها 1. عايزين افريج ويتنج نمبر عشان يكون عندنا نمبر واحد بس, فنعمل ايه؟ نجيب الافريج نصم ونقسم على عدده. حد عنده مشكله في البورت ده؟ طيب في بعض الاحيان ممكن يقول لي او يديني في السؤال البرايوريتيز دي, بس الاقي ان في برايوريتيز متكرره, يعني بروسيس بي 2 وبي 3 هما الاثنين عندهم برايوريتي ب 2, وبروسيس بي 1 وبي 5 هما الاثنين عندهم برايوريتي ب 3, فازاي هسلكت واحده ما بينهم؟ جيبن ان هما الاثنين عندهم نفس البرايوريتي نمبر, يعني الكرايتيريا اللي انا بديسايد اكوردنجلي ويتش وان تو سيلكت هما الاثنين بيتساووا فيه. ففي الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي هلاقيه يا اما بيقول لي ان في الجوريزم تاني استعمله ان كيس اوف ايكواليتي اللي هو في المثال ده كان قال لي راوند روبن, يا اما لو ما قاليش فهختار البروسيس اللي الاندكس بتاعها اقل هي اللي يعني تبقى ده السكند كرايتيريا اللي بديترمن بيه. ففي السؤال هنا كان قال لي ان انا استعمل برايورتي سكادجولينج, بس لو البرايورتي تساوت بين اكتر من بروسيس استعمل ما بينهم الجوريزم تاني اللي هو الراوند روبن. فتعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. احنا عندنا بروسيس بي 1 وبي 2 وبي 3 بي 4 وبي 5, البرست بي 4 5 8 7 3 والبرايوريتي 3 2 2 1 3. ادي دي البرايوريتي وادي دي البرست. انيشلي التايم 0 هسلكت اني واحده فيهم اللي ليها اعلى برايوريتي اللي هي مين؟ بي 4. هتاخد البرست بتاعتها كامله, وبعد كده المفروض ان انا اسلكت بين الاربعه دول, هختار مين؟ عندي بي 2 بي 3 هما الاثنين عندهم نفس البرايورتي, فلو البرايورتي تساوت هو قال لي ان انا استعمل ايه؟ راوند روبن لو البروسيسز وذ ذا سيم برايورتي, والكوانتم بتاع راوند روبن ب 2. ففي الحاله دي بروسيس 2 و 3 هستعمل ما بينهم راوند روبن, فده معناه ان بروسيس بي 2 هتاخد تايم وندر اللي هو ب 2, فكده هيتبقى لها 3. بروسيس بي 3 هتاخد التايم كوانتم ب 2 فيتبقى لها 6. بروسيس بي 2 تاخد ال 2 فيتبقى لها 1. بروسيس بي 3 هتاخد ال 2 فيتبقى لها 4. بعد كده بروسيس بي 2 المفروض انها تاخد ال 2 بس احنا لقيناها محتاجه اونلي 1, فبدل محتاجه 1 هتاخد ال 1 اللي هي محتاجاه, وهنلاقيها خلصت. فساعتها يبقى لي بروسيس بي 3 تاخد ال 4 تايم يونت اللي هي محتاجاها, وكده بي 3 خلصت. حتى عنده مشكله لحد هنا؟ بعد كده اتبقى لي بي 1 وبي 5 مين ليها اعلى برايورتي؟ لقيت هما الاثنين عندهم نفس البرايورتي نمبر, فخلاص هعمل ما بينهم راوند روبن, وبرضو الكوانتم اوف تايم بتاعي ب 2. فالراوند روبن هنختار بي 1 الاول هتاخد ال 2 فيتبقى لها 2, بعد كده بي 5 هتاخد ال 2 فيتبقى لها 1, بي 1 هتاخد ال 2 هنلاقي انها كده خلصت, واخيرا بي 5 هتاخد ال 1 اللي هي عايزاها. حد عنده مشكله في المثال ده؟ حد عنده مشكله في فكره الجوريزم جوه الجوريزم؟ ايه مشكلة بقى البرايورتي سكادجولينج الجوريزم؟ يعني انا لما يكون عندي شوية بروسيسز وابدا اسلكت بيزد اون ذا برايورتي, ايه المشكلة اللي ممكن تحصل لي نتيجة حاجة زي كده؟ ان البروسيس اللي ليها برايورتي قليلة ممكن يحصل لها حاجة اسمها ستارفيشن. يعني ايه ستارفيشن؟ يعني البروسيس تجوع, تبقى عايزة تغطي السي بي يو, بس عمر ما السكادجولر بيسلكت من الريدي للرن. ليه؟ عشان دايما في الريدي كيو حد البرايورتي بتاعته اعلى منه. يعني تخيلوا بروسيس دخلناها البرايورتي بتاعتها 50, فدايما جوه الريدي كيو احتماليه ان يبقى في بروسيس البرايورتي بتاعتها اعلى من 50 كبيره, فالبروسيس اللي البرايورتي بتاعتها قليله دي بيحصل لها ستارفيشن, يعني اتس نوت ايبل تو جوت الوكيتد السي بي يو تايم
في اي وقت. فمشكله الستارفيشن دي مشكله وحش، مش عايزين بروسس ستارف، عشان بروسس ستارف معناه انها it will not execute, it will not progress. فنحل حاجه زي كده ازاي؟ باستخدام الايجنت. يعني ايه ايجنت؟ يعني انا باي تايم ممكن اخلي البروسس اللي البرايورتي بتاعتها 50 دي باي تايم كل ما تقعد وقت كبير ابدا ان انا ازود لها البرايورتي بتاعتها. فبعد شويه اخليها ب 40، بعد شويه اخليها ب 30، بعد شويه اخليها 20، بعد شويه ب 10، حتى ما اخليها ان سام هاو ان ا برايورتي فاليو اللي في الاخر هيخليها جت سكادجولد باي ذا سكادجولر. فبالتالي انا ضامن ان حتى لو البروسيس انا مديها انيشيالي برايورتي قليله، بس هي عمرها ما هتستارف. لا ده انا باي تايم هزود البرايورتي بتاعتها، فهتوصل يعني في الاخر الستيت انها هتجت الوكيتد باي ذا سكادجولر. حد عنده مشكله في الفكره دي؟ لحد دلوقتي احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا only a single ready queue، يعني كيو واحد بس، والكيو ده المفروض فيه كل البروسيسز اللي احنا عايزين نسكادجول. بس هل ده طبيعه الحل؟ لا، في برضو عندنا طريقه اسمها مالتي ليفل كيو. يعني ايه مالتي ليفل كيو؟ يعني انا بدل ما يكون عندي a single ready queue، لا انا ممكن يكون عندي اكتر من ready queue. طيب انا لما كان عندي سنجل ريدي كيو كنت ضامن اي بروسيس هتيجي هندخلها جوه الريدي كيو ده، ويوم ما السكادجولر هيحب يسلكت هيسلكت من الريدي كيو ده اكوردنجلي كرايتيريا معينه مختلفه باختلاف الالجوريزمز دي. فانا دلوقتي لو عندي اكتر من كيو اكوردنجلي ايه هسلكت البروسيس الجديده دي تدخل في الكيو ده ولا في الكيو ده؟ والسكادجولر يوم ما يحب يسكادجول هيسلكت بروسيس من الكيو ده ولا من الكيو ده؟ وبدل ما هديتيرمن سنجل سكادجولينج الجوريزم، لا ده انا ممكن لكل كيو اختار الجوريزم مختلف. يعني ممكن واحد راوند روبن، ممكن واحد فيرست كوم فيرست سيرف، فممكن يبقوا مختلفين. ففي الحاله دي انا اكوردنج يعني لقيت نفسي ان انا عندي كذا ديسيجن محتاج اخده، اكوردنج لايه هدخل البروسيس على اني كيو، واكوردنج لايه هسلكت واحده، وايه الالجوريزم اللي هختاره لكل كيو. فكإكزامبلز ممكن مثلا يبقى عندي 2 كيوز، واحد فيه بدخل فيه الانتراكتف بروسيسز، واحد ادخل فيه الباك جراوند بروسيسز. بمعنى ان انا لو عندي بروسيس جديده المفروض تدخل في ريدي كيو، فلو البروسيس دي انتراكتف، يعني انتراكتف يعني انها زي مثلا اي حاجه بجي اي بدخل لها انبوت مستنيه اوتبوت، في سم سورت اوف انتراكشن بينا، فساعتها البروسيس دي ادخلها على الكيو ده. ولو البروسيس دي بترن في الباك جراوند، يعني مثلا انا بعمل ابديت لحاجه فمش مشكله دي حاجه بترن في الباك جراوند انا مش بانتراكت معاها، فساعتها ممكن ادخلها على الكيو ده. طب انا لما اسيبريت بين الانتراكتف والباك جراوند بروسيس، ممكن ايه الاستفاده اللي هستفيدها؟ ان انا هخلي كل واحد من الكيوز دول يشتغل بالالجوريزم المناسب لطبيعه البروسيس دي. يعني في الانتراكتف بروسيس انا اكون حابب ان الريسبونس تايم بتاعي يكون قليل، ان انا ادخل انبوت اشوف ان البروجرام بيرسبوند كده سريعا، مش قاعد شويه استفضل لحد ما ربنا يسهل ويجت السي بي يو. فعلشان كده للانتراكتف بروسيسز ممكن استعمل في الكيو ده راوند روبن الجوريزم، لان الراوند روبن لو تفتكروا من المره اللي فاتت ده الالجوريزم اللي ليه اقل ريسبونس تايم، في حين ان الباك جراوند بروسيسز انا دول في الاخر اللي يهمني فيهم ان هم يخلصوا اكسكيوشن. يعني موست بروبابلي دول هيبقوا سي بي يو باوند بروسيس، يعني البروسيس كده عماله اكسكيوت شويه تاسك تاسك تاسك، وبعد كده محتاجه انبوت اوتبوت انتراكشن معايا. فانا في البروسيس دي هبقى محتاجه انها اسرع الاكسكيوشن ليها، فمش محتاج ان انا اعطلها براوند روبن ان انا كل شويه اعمل لها كونتكست سويتشنج، لا ده انا هبقى عايز اديها كده للسي بي يو واخليها تخلص مره. فممكن هنا استعمل فيرست كوم فيرست سيرف. فالسيباريشن بين نوع البروسيسز لتو كيوز خلاني اقدر استخدم سكادجولينج الجوريزم مختلف لكل واحد فيهم مناسب لطبيعه البروسيس. طب في النهايه انا عندي only a single CPU، محتاج ان انا اسلكت بروسيس يا من هنا يا من هنا تورن. طب السكادجولر هيسلكت ويتش بروسيس او من اي كيو هيسلكت؟
ففي الحالة دي ممكن مثلا أقول إن أنا أخلي الكيو ده ليه priority أعلى من الكيو التاني، فده مثلا ليه priority 1 والكيو ده ليه priority 2. فأنا عمري ما هأكسكيوت أي process من priority ده إلا لو الكيو الأولاني ده كان فاضي. يوم ما نفضي الـ interactive processes نبدأ ساعتها نرن الـ background processes. ده approach. الـ approach ده تفتكروا عيبه إيه؟ بيزد على نفس العيب اللي قلناه للـ priority scheduling. بالظبط، ممكن يحصل مشكلة starvation لو ده دايما مليان، فدول عمرهم ما يحصل لهم execution. فممكن نعمل إيه؟ ممكن نعمل طريقة تانية، إن أنا أعمل fixed timing لكل queue. يعني اقول ان الكيو الاولاني ده ممكن ياخد 80% من السي بي يو تايم، والكيو الثاني ده هياخد 20% من السي بي يو تايم. يعني لو عندي مثلا بقسم السي بي يو تايم ل 100 تايم يونتس، فاول 80 اسلكت من الفيرست كيو، واخر 20 اسلكت من الباك جراوند. فبالتالي انا دايما هبقى ضامن ان اختار شويه بروسيسز من هنا واختار شويه بروسيسز من هنا، فما فيش واحد فيهم هيكون ستور. حتى عنده مشكله في البارت ده؟ تمام. مش بتدخلهم على كيو، يعني السكادجولر هيسلكت ما بينهم هما الاثنين، بس مش هتنقلهم في كيو. يعني فيزيكلي في الامبلمنتيشن مش هتبقى بتنقلهم في كيو، بس كان السكادجولر هيبقى اوار بالاثنين. ف at certain time هيبقى بيبص بس على الكيو ده، و at certain time هيبقى بيبص بس على الكيو ده. تمام؟ اوكي. فزي ما شفنا كده ان احنا ممكن نقسم الكيوز based on the type of the process. فممكن بدل ما يكون عندي only two queues ممكن ان انا اقسمهم اكتر، زي في الاكزامبل ده four queues برضو according to the type of the process. فاول كيو عملناه للريل تايم بروسيسز اللي هي بروسيس الريل تايم اكسكيوشن، ده هارد ريكويرمنت فيها. يعني لو البروسيس ما عملتش اكسكيوشن ات الريل تايم، ده معناه ان الاكسكيوشن بتاعتي او الاوبريشن بتاعتي ملهاش لازمه. قلنا زي ايه؟ زي مثلا لو الفانكشن اللي هتفتح لنا الاير باك في العربيه لما لا قدر الله تحصل حاجه، الفانكشن دي لو ما عملتش اكسكيوشن اول لما حصلت الحادثه وفتحت بعد شويه، فخلاص هي ملهاش لازمه، الحادثه حصلت والراجل الله يرحمه. فعلشان كده البروسيس دي بنقول انها ريل تايم، يعني لو ما حصلتش في وقتها فخلاص ما ينفعش. فعلشان كده ممكن احط الريل تايم بروسيس دي في كيو، والكيو ده اخلي ليه اعلى برايورتي، وبعديه بروسيس ثانيه او كيو ثاني للسيستم بروسيسز اللي هي اي بروسيس ليها علاقه بالاوبريتنج سيستم والكيرنل، والكيو الثالث للانتراكتيف بروسيس، والكيو الرابع للباتش او الباك جراوند بروسيسز. وتبقى برضو البرايورتي بتاعت الريل تايم اعلى، ثم السيستم، ثم الانتراكتيف، ثم الباتش. زي ما قلنا عيب الطريقه دي ان ممكن البروسيس اللي موجوده في لو برايورتي كيو يحصل لها ستارفيشن لو دايما عندي بروسيسز في كيوز اعلى افيلبل. تمام لحد هنا؟ ممكن برضو البرايورتي سكادجولينج الجوريثم اللي احنا اتكلمنا عنه هنا ننفذه فكره المالتي ليفل كيوز. ازاي؟ ان انا بدل ما كان عندي كيو واحد من الكيو ده بدخل عليه كل البروسيسز باختلاف البرايورتيز بتاعتهم، لا، انا ممكن اعمل كيو خاص بكل برايورتي ده، وتبقى هنا اشوف بروسيس بي 1 دي البرايورتي بتاعتها ب 3 فدخلها على الكيو اللي البرايورتي بتاعته ب 3، البروسيس بي 2 البرايورتي بتاعتها 2 فدخلها على الكيو اللي البرايورتي بتاعته 2، بروسيس بي 3 تدخل هنا بروسيس بي 4 في اول كيو، وبروسيس بي 5 في اخر كيو. يوم بقى ما السكادجولر يحب يسلكت، فهو عايز يسلكت بيز اون ذا برايورتي، فدايما هيسلكت البروسيس من اعلى كيو. لو لا اعلى كيو فضي هيبدا يسلكت البروسيسز اللي في تاني كيو، لو خلص يبدا يبص على تالت كيو وهكذا. هتلاقوا ان احنا لو مشينا بالمثال ده برضه هنسلكت كيو 4 الاول، بي 2 بي 3 هنقعد بينهم كده راوند روبن، واخيرا بي 3 او سوري بي 1 وبي 5 هنعمل بينهم في الاخر راوند روبن.
حد عنده مشكله في البورت ده؟ تمام. زي ما قلنا مشكله حاجه زي كده ان ممكن يحصل starvation للبروسيس اللي في الكيو قليل، يعني لو البروسيس اللي في الكيو دي ليها priority قليله ودايما في بروسيسز priority اعلى موجوده في الكيو اعلى، ففي الحاله دي البروسيسز اللي موجوده في الكيو الاقل ممكن تستور. طيب احدى الحلول برضو اللي ممكن نحل بيها المشكله زي دي حاجه زي المالتي ليفل فيدباك كيو، ان زياده عن المالتي ليفل كيو اللي كنا لسه بنتكلم عنه، لا ده انا هزود اوبشن فيدباك. يعني ايه فيدباك؟ يعني ان انا هيبقى عندي اوبشن ان بدل ما البروسيس تفضل موجوده جوه سيرتن كيو، لا دي ممكن تغير الكيو بتاعها. يعني ممكن البروسيس اللي كانت هنا باي تايم تغير الكيو بتاعها فتتنقل من البرايورتي دي للبرايورتي اعلى. ففي الحاله دي انا هيبقى عندي اجابه سؤالين تانيين محتاجين نجاوبهم. ايه هما؟ ان اكوردنج لايه انا اختار ان انا اخلي البروسيس بتاعتي تتنقل من كيو معين لكيو اوف هاير برايورتي، وعلى اي اساس هختار ان البروسيس بتاعتي تتنقل من كيو اوف هاي برايورتي لكيو تاني ليه برايورتي اقل. accordingly نقدر نimplement المالتي ليفل فيدباك كيو. يبقى احنا في رحلتنا كده كنا بدانا ان احنا عندنا سنجل كيو والمفروض ان احنا نسلكت a certain algorithm to run on this queue. بعد كده كبرنا وخليناه مالتي ليفل كيو، فبقى عندنا شويه مشاكل ان according to what هندخل البروسيس على اني كيو، واكوردنج لايه السكادجولر هيسلكت من اني كيو، والسكادجولينج الجوريزم بتاع كل كيو. المالتي ليفل فيدباك كيو احنا برضه عندنا ستيل نفس الثلاث اسئله، اكوردنج لايه هندخل البروسيس على كيو معين، اكوردنج لايه هنسلكت بروسيس من انهي كيو، ايه السكادجولينج الجوريزم بتاع كل كيو، واكوردنج لايه هنحرك بروسيس من كيو للتاني سواء من فوق لتحت او من تحت لفوق. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ المالتي ليفل كيو البروسيس بتدخل في كيو معين وبتفضل فيه، يعني البروسيس انتراكتيف هتدخل جوه الانتراكتيف كيو ده وهتفضل فيه، والبروسيس الباك جراوند هتدخل جوه الباك جراوند كيو ده وهتفضل فيه. عمري ما هنقل بروسيس من كيو للتاني سواء لكيو برايورتي اعلى او لكيو برايورتي بتاعته اقل. المالتي ليفل فيدباك كيو لا، ده احنا هنشوف ان احنا بنقدر ننقل البروسيس من كيو للتاني. تعالي نشوف مثلا المثال ده ممكن يفهمك اكتر. المالتي ليفل كيو لا لا فتشوف ده غير الايجنت. احنا هنا بنقول البرايورتي هتعلى يا هتقل، لو بتعليه انت فعلا بتعملي ايجنج انك بتسولفي مشكله الاستارفيشن او تقللي البرايورتي، فدي ملهاش علاقه بالايجنت. اوكي فتعالوا مثلا نشوف المثال ده ممكن نفهم منه اكتر. ففي المثال ده هتلاقوا ان احنا عندنا بيقول مالتي ليفل فيدباك كيو. المالتي ليفل فيدباك كيو ده في جواه 3 كيوز كيو 1 وده شغال راوند روبن بتايم كوانتم 8، كيو 2 وده شغال راوند روبن بتايم كوانتم 16، وكيو 3 وده شغال فيرست كوم فيرست سيرف. ايه اللي بيحصل؟ اول لما بروسيس تارايف انا هسكجلت على اول كيو اللي هو راوند روبن بتايم كوانتم 8. البروسيس دي هتاخد التايم كوانتم ده مره، لو خلصت اكسكيوشن يعني البرست تايم بتاعها كان اقل من 8 فخلاص الحمد لله البروسيس خلصت. لو ما كانتش خلصت الاكسكيوشن يعني البرست تايم بتاعها اكبر من 8 فساعتها هننقلها على الكيو الثاني اللي هو التايم كوانتم فيه ب 16. لو البروسيس ريسيفد التايم كوانتم 16 ده وخلصت الحمد لله، لو ما خلصتش فساعتها هننقلها على اخر كيو معانا اللي الالجوريزم بتاعه فيرست كوم فيرست سيرف. دايما الكيو الاولاني ده ليه برايورتي اعلى. لو الكيو ده ما فيش اي بروسيس فيه افيلبل السكادجولر هيبدا يبص للكيو الثاني، لو ما فيش اي بروسيس فيه افيلبل هيبدا يبص للكيو الثالث. باي تايم ممكن اخلي بروسيس تتنقل من الكيو الثالث ده للكيو الاولاني لو حصل ستارفيشن لاخر كيو.
طب ايه العك اللي احنا قلناه كتير ده استفدنا منه ايه؟ اول حاجه ان انا دلوقتي لو اي بروسيس هتجت في الريدي ستيت او هتدخل في الريدي ستيت هندخلها على الكيوب اللي هو كان راوند روبن بتايم كوانتم. اي بروسيس التايم كوانتم بتاعها او السي بي يو بيست بتاعتها اقل من او يساوي الايد المفروض انها هتكسكيوت في الكيو ده وهتخلص هتروح بقى للترمينيت. ده لو كان السي بي يو بيرست تايم بتاعي اقل من او يساوي ال 8. طب نفترض ان السي بي يو بيرست تايم بتاعي هو اكبر من ال 8 فساعتها هنتنقل للكيو اللي شغال راوند روبن والكوانتم اوف تايم بتاعه 16. طيب لو كان السي بي يو بيرست بتاعي اكبر من ال 8 يعني اكبر من ال 24 فساعتها هنتنقل لاخر كيو اللي هو الفيرست كوم فيرست سيرف والبرايورتي بتاعت ده بما انها اعلى من ده بما انها اعلى من ده فده معناه ان الالجوريزم ده هيخلي لي البروسيس اللي البيرست تايم بتاعها اقل من 8 تاكسكيوت على طول وتخلص وهي بتاكسكيوت على طول الريسبونس تايم بتاعها هيكون قليل نتيجة ان الرام روبن الجريزم ده الكوانتم اوف تايم فيه الفاليو بتاعتها قليلة. طب لو البروسيس كانت محتاجة وقت اكبر من الايه فده معناه ان انا هنقل البروسيس بتاعتي لكيو تاني البرايورتي بتاعته اقل يعني هياخد لس يعني تريتمنت اسوأ شوية. فالتريتمنت الاسوأ دي ان احنا نقلناه كيو البرايورتي بتاعته اقل بس في المقابل انا اديته ميزه ان الكوانتم بتاعه في الكيو ده هيبقى اعلى. فلو البروسيس دي عايزه تكسكيوت لوقت اطول شويه انا اديتك برايورتي اقل بس في نفس الوقت عوضتك ان كيو ما جت الوكيتد السي بي يو جت الوكيتد فور ا تايم كوانتم 16. طب ما كنتيش خلصتي لا في 8 ولا في 16 لا دي شكلها لونج رانينج بروسيس شكلها بروسيس عايزه ترن لوقت طويل فخلاص الاحسن انقلها فيرست كوم فيرست سيرف عشان اقلل عدد مرات الكونتكست سويتشنج اللي ملهاش لازمه اللي انا بعملها طول ما هي في التو كيوز دول بس في المقابل برضو البرايوريتي بتاعت الكيو ده قليل. طب انا خايف ان البروسيس اللي في البرايوريتي كيو القليل ده انها يحصل فيها ستارفيشن فممكن باي تايم بعد ما البروسيس تقعد سيرتن تايم هنا ان احنا نبدا ننقلها للكيو اوف هاير برايورتي وتبدا تعيد اللفه تاني. فانا هنا استفدت حاجتين البروسيس اللي مش محتاجه تايم سي بي يو بيرست تايم عالي اديتها الكوانتم تايم اللي هي محتاجاه وخليت الكوانتم تايم ده صغير فبالتالي ريسبونس تايم صغير والبروسيس اللي محتاجه ترن لوقت طويل انا قللت عدد الكونتكست سويتشنج اللي هي هتقابله لما نقلتها في الفيرست كوم فيرست سيرف سكادجول. فلحد دلوقتي حد عنده مشاكل؟ حد عنده اي شك؟ اول لما البروسيس تقضي ال 8 تايم يونت او ال 8 كوانتم تايم يونت ده لو ما خلصتش فيهم هنقلها في الثاني يعني هتاخد ال 8 تايم يونت مره واحده بس بالظبط وبعد كده ننقلها. ما انت لو ما فيش حد يعني لو ما فيش حد مثلا غير في الكيو مثلا ده فانت ما قدامكش حد تاني انك تالوكيت او تسكادجول فانت هتلاقي ان انت قاعد عمال بتلففه يعني هي البروسيس دخلت هنا اوكي فلما دخلت هنا انت عملت اكسكيوشن عليهم كلهم بعد ما خلصت هي يعني بص هو انا فاهمه قصدك انت ممكن تحس انها فيرست كوم فيرست سيرف بس هي عشان ليها تايم كوانتم فما ينفعش برضه تقول فيرست كوم فيرست سيرف ففكره ان ليها كوانتم فعلشان كده بنقول انها راوند روبن يعني ده المسمى الاقرب ليها مش هنعرف برضه نسميها فيرست كوم فيرست سيرف بتايم كوانتم 8 مثلا يعني معلش مظبوط ممكن نعتبرها كده بس هي فعلا مش راوند روبن فكره انها بتلف عشان كده كده اول لما تنفذ مره هي بتروح للكيوب تاني. تمام حد عنده مشكله؟ اوكي هو يكفي هذا البورت كده وننتقل بقى الى الشيت.
البيت بقى بتاعنا شوية طويل كده بس إن شاء الله نخلصه. أول سؤال معانا بيقول explain the difference between preemptive and non-preemptive strategy. إيه الفرق بين الاثنين؟ في الـ non-preemptive الـposes هتضغط scheduled by the scheduling. هل ممكن تسيب الـ CPU قبل ما تخلص؟ لا. أما الـ preemptive فالـ scheduler من حقه إنه interrupt الـposes ويخليها ترجع للريدي كيو ويسلكت انذر بروسيس تو اكسكيوت. لو لا برايورتي اعلى او لو راوند روبن فهو كده كده هيعمل انتربشن ويلف على بروسيس ثانيه فهو اكوردنج للالجوريزم. بس يعني الفرق الجوهري بين الاثنين بغض النظر عن الالجوريزم ان النون بريمتيف البروسيس اول لما تجت تستارت راننج على السي بي يو مش هتسيب السي بي يو الا لما تخلص البريس تايم بتاعتها. اما البريمتيف فلا احنا ممكن انتربت الاكسكيوشن بتاعها نرجعها للريدي كيو ونجيب واحده ثانيه. تمام؟ راوند روبن ده باي ديفولت بريمتيف والفيرست كوم فيرست سيرف ده باي ديفولت نون بريمتيف عشان ده مش هيخلي البروسيس تمشي من السي بي يو الا لما يخلص. وده هو كده كده الالجوريزم بتاعه ان هو بينتربت البروسيس ويرجعها للريدي كيو. تمام؟ السؤال الثاني ده بقى مسألة. فعندنا في المسألة بيقول عندنا البروسيسز دول arrive for execution at the times indicated فهو مدينا الارايفل تايم بتاعت الثلاثة بروسيسز. Each process will run for the amount of time listed. In answering the questions use non-preemptive scheduling فهو أي صراحة non-preemptive وبيز all the decisions on the information you have at the time the decision must be made. ال average turnaround time for these processes with the first conference service scheduling and تعالوا نكتبهم كده وادي البيرث تايم خلينا نكتب الارايف الاول زي واخيرا البيرث فده arrived at 0.41 و البيرث تايم 841 first come first serve وعايز average turn around time. فتعالوا بقى شوف هنحلها ازاي. first come first serve فده معناه ان احنا هنسلكت البروسيس اللي وصلت الاول. انا دلوقتي التايم زيرو. التايم زيرو مين البروسيس اللي كانت اوريدي افيلبل في الريدي كيو؟ بي 1 بس. فده معناه ان انا سلكت بي 1 first come first served معناه ان انا مش هسيب السي بي يو الا لما اخلص البرست بتاعتي اللي هي في الحاله دي الفاليو بتاعتها 8. الحاله دي ده خلص التايم 8 مين اللي افيلبل عندي في الريدي كيو؟ بي 2 بي 3 عشان وصلوا ات 0.41 اللي هي اقل من ال 8. بي 2 وصلت الاول قبل بي 3 فسلكت مين؟ بي 2. فيبقى هنسلكت بي 2 فهتقعد ال 4 تايم يونت بتاعتها واخيرا ال بي 3 هتقعد السنجل تايم يونت اللي هي محتاجاها. لو عايزين نحسب الافريج تيرن اراوند تايم فهنحسب لكل بروسيس التيرن اراوند تايم بيساوي الفينش ماينس الارايف. بي 1 finished at time 8 وarrived at time 0. بي 2 finished at time 12 وarrived at time 0.4. بي 3 finished at time 13 وarrived at time 1. الافريج نحسبه ازاي؟ summation ونقسم على عدده. حد عنده مشكلة في البورت ده؟ تمام. تاني بارت كان بيقول نفس السؤال بس لو استخدمنا معاه shortest job first scheduling algorithm. فهناخد ده كده shortest job first. وبدام ما قاليش preemptive ولا non-preemptive فيبقى هو non-preemptive لان preemptive عاد بيسموه shortest remaining time first. ففي المثال ده at time 0 ايه البروسيس اللي افيلبل عندي في الريدي كيو؟ البي 1. فانا ما قداميش غير البي 1 فبالتالي هسكادجول على السي بي يو.
وهتاخد البريس تايم بتاعتها كاملة عشان ده نون بري امتف. بعد كده التايم 8 المفروض هيبقى مين اللي افيلبل عندي في الرانزي كيو؟ P2 P3. طب انا شغالة شورتس جوفرس فسلكت مين؟ P2 ولا P3؟ P3 عشان ليها بريس تايم اقل، فهنديها البريس تايم اللي هي عايزاها. واخيرا مش هيبقى لي غير P2. لو عايزين نحسب التيرن اراوند تايم في الكيس دي، ال P1 هي الفينش ماينس الارايفل، فهتديني ايه؟ ال P2 هي الفينش ماينس الارايفل، واخيرا ال P3 هي الفينش ماينس الارايفل. الافرج احسبه ازاي؟ سمشن ونقسم على عدده. في الحاله دي هتلاقوا ان الافرج ويتنج تايم بتاعنا طلع 9.53، في حين انه في الفيرست كوم فيرست سيرف طلع 10.53. فهو الافرج تيرن اراوند تايم هو اتحسن، زي ما احنا عارفين ان شورتست جوب فيرست هو ده بيطلع لي اقل افرج ويتنج تايم واقل افرج تيرن اراوند تايم. بس هل التحسن كبير؟ الحقيقه انه لا. ليه؟ لان برضو في الطريقه دي في الشورتست جوب فيرست انا اضطريت ان انا اسكادجول P1 اللي هي اكتر واحده محتاجه بريس تايم في الاول، وده لان انا عملت ديزيشن التايم 0، والتايم 0 ما كانش فيه غير بروسيس P1 افيلبل جوه الريدي كيو، فده خلاني هو شورتس جوب فيرست، بس هو في الحقيقه ما خلاش بروسيس P3 الاول ترن وبعد كده P2 وبعد كده P1، لا قراره كان متاثر بان P1 ارايفد الاول. طيب علشان كده جيف بارت سي من السؤال قال سبوز ان احنا علشان يعني المفروض اس جي اف ده او شورتس جوب فيرست المفروض دي يحسن لنا البرفورمانس، بات نوت ذات وي تشوز تو ران بروسيس P1 ات تايم 0. ليه؟ بيكوز وي ديد نوت نو ذات تو شورتر بروسيسز اللي هما P2 P3 هاي ارايف سون. فايه اللي هيبقى الافرج تيرن اراوند تايم في حاله ان انا لو قررت اسيب السي بي يو ايدل، يعني مش هالوكيت اي بروسيس ليها during the first one time unit and then shortest job first scheduling is used. يعني هو في السؤال ده هو بيقول لي استخدمي shortest job first بس بدل ما start scheduling at time 0، لا هنخلي الكيو بتاعنا او سوري هنخلي السي بي يو بتاعتنا ايدل during the first time unit. وبعد ال first time unit هخلي السكادجولر يبدا يبص على الكيو ويشوف ايه البروسيسز اللي افيلبل في الريدي كيو ويسلك. فانا دلوقتي قضيت اول تايم يونت ايدل، بعد كده التايم 1 المفروض مين اللي افيلبل في الريدي كيو؟ كلهم بقوا افيلبل، فساعتها الشورتست جوب فيرست هيختار مين الاول؟ P3 عشان ليها اقل بريس تايم، فهناخد ال 1 تايم يونت اللي هي عايزاه، وبعد كده هنختار P2 تاخد ال 4 اللي هي عايزاهم، واخيرا ال P1 تاخد ال 8 اللي هي عايزاه. تعالوا بقى نحسب الافريج تيرن اراوند تايم في الكيس دي. فال P1 فينيش ذا ات 14، الارايفل 0، بروسس P2 فينيش ذا ات 6 والارايفل 0.4، بروسس P3 فينيش ذا ات 2 والارايفل بتاعها 1. التيرن اراوند لو حسبناه في الكيس دي سمشن ونقسم على عددهم فهنلاقيه طلع لنا ب 6.867، وده برضو اقل من الكيس اللي طلعت لنا بشورتست جوب فيرست برضو، بس من غير ما نعمل ال 1 ايدل تايم يونت. فشايفين البرفورمانس اتحسن ازاي؟ لمجرد ان اول تايم يونت انا اجلت اتخاذ القرار، فتاجيل الاتخاذ القرار ده خلاني اسكادجول الاقل ثم الاكثر ثم الاكثر. حد عنده مشكله في السؤال ده؟ ده نفس البرفورمانس لما تكون بري امتف الى حد ما. يعني لما تكون بري امتف انت هتقضي اول تايم يونت مع بروسس P1 او اكشلي اول 0.4 وبعد كده هتبري امتف وتسلكت P2 تقضي 0.6 وبعد كده بري امتف تسلكت P3. اكيد.
السؤال الثالث بيقول what advantage is there in having different time quantum sizes at different level of multi-level queuing system. احنا بقى دلوقتي عندنا اكتر من ready queue multi-level queuing system. لأول واحد لو اخترت كيو quantum of time sorry مختلف عن quantum of time بتاع تاني كيو مختلف عن quantum بتاع تالت كيو وهكذا. ايه الاستفادة اللي هستفادها بحاجة بالمنظر ده؟ priority ومفيش starving. ده لو احنا قلنا ان في multi level feedback queue. لكن multi level queue لوحده لا starvation ممكن تحصل فيه لان احنا في multi level queue مش هننقل من واحدة للتانية. ايه مثلا لو عملناها round robin بين التلاتة queues او يبقى كلهم هيتنفذوا بس في priority برضو للفور. اه طب سيبك يعني اوكي بس ايه الميزة اللي في الموضوع ده يعني ايه اللي انا استفدته ما كنت كلهم حطيتهم في queue واحد وكل كيو الواحد ده ليه مثلا كوانتم 4 ايه بقى فايده ان انا قسمتهم لثلاثة كيو يعني انت كلامك مظبوط اوكي ممكن سلكت واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا ايه بقى فايده ان انا قسمتهم اساسا لثلاثة كيو بكوانتم مختلف ان لا قول والله بالظبط كده ان انا خليت لو بروسيس الكوانتم بتاعها يعني في بروسيس هدخلها على الكيو ده وبروسيس هدخلها على الكيو ده وبروسيس هدخلها على الكيو ده اني هدخلها على اني كيو هتبقى اكوردنج للتايم كوانتم او البيس تايم اللي هي محتاجاه لو بروسيس البيس تايم بتاعها صغير فهدخلها على الكيو ده فتاخد تايم كوانتم صغيره خلاص هتخلص لو بروسيس محتاجه بيس تايم اعلى فبدل ما اخليها تدخل في الكيو الكوانتم بتاعه قليله فبالتالي الكوانتم اللي بتاعته قليله ده هيفضل كل شويه كونتكست سويتش كونتكست سويتش فعامل اوفر هيد ملوش لازمه هدخله في الكيو الكوانتم بتاعه كبير فهي دي الاستفاده اللي هستفادها من الحاجه دي ان لو البروسيس بتاعتي محتاجه فريكوينت انبوت اوتبوت اوبريشن ودايما محتاجه بيس تايم صغيره فادخلها على كيو البيس تايم بتاعه صغير. لما بيقول لي مثلا مالتي ليفل كيوينج سيستم ده بيبقى ليها الالجوريزم معينه عشان نختار واحد منهم يعني احنا بنعتبر دايما ان اللي فوق هو البرايورتي الاعلى ولا هو لازم يقول لي؟ لا هو لازم يقول لك يعني كده كده كل حاجة valid فيه يعني ممكن تقول ان ده لي priority اعلى من ده اعلى من ده وممكن تقول ان هما مثلا فعلا زي ما قلت كده مثلا هندي process من هنا ثم process من هنا ثم process من هنا فيبقى الموضوع بس فرق اختلاف quantum value او ممكن ان انا شوية time هاخد من هنا وشوية من time هاخد من هنا وشوية من time هاخد من هنا فليه كذا process فمالتي level queue الوحدة مش هتقول لك حاجة. اوكي لا ممكن تدخل على اي واحد زي مش كنا قلنا في المالتي ليفل كيو ممكن تبقى واحده للانتراكتيف واحده للريل تايم واحده فالبروسيس لما بتقرايف اكوردنج للتايب بتاعها تدخل على كيو منها تمام اللي كانت قاعده بتتنقل ده المالتي ليفل فيدباك كيو اللي احنا اتكلمنا عنه في اخر السلايدز تمام حد عنده مشكله هنا بيقول لي many CPU scheduling algorithms are parameterized. For example, the round robin algorithm requires a parameter to indicate the time slice. يعني round robin algorithm لا يكفيني ان انا اقول ان انا استخدم round robin algorithm. لا في extra parameter I need to define. ففي round robin محتاجين ندفاين ال time quantum بتاعي. فده يعتبر parameter جوه الالجوريزم. في المالتي ليفل فيدباك كيو زي ما قلنا هو في بارامترز كثيره اللي هي كلها القرارات اللي احنا محتاجين نجاوب عليها قبل ما نبدا نستخدمه اللي هو ايه عدد الكيوز ايه السكادجلنج الجوريزم لكل كيو واكوردنج تو وات هختار ان انا اموف ا بروسيس بين الكيوز دي كلها تعتبر بارامترز جوه الالجوريزم. These algorithms are thus really set of algorithms يعني انا ممكن اعتبر ان الراوند روبن الجوريزم ده از ا سيت اوف الجوريزم راوند روبن الجوريزم السد دي هتبقى جواها راوند روبن بكوانتم اكس وكوانتم واي وكوانتم زد وكوانتم تي كل واحده من دول دي اذا سبست من السد بتاعت الراوند روبن الجوريزم. One set of algorithms may include another. For example, first come first served algorithm is the round robin algorithm with an infinite time quantum. يعني لو تفتكروا المره اللي فاتت كنا قلنا لو زودنا التايم كوانتم قوي في الراوند روبن الجوريزم انا هينتهي بيه الحال ان انا باكسكيوت فيرست كوم فيرست سيرف. ليه؟ لان لو التايم كوانتم دي كبيره اكبر من اي بروسيس محتاجه فده معناه ان البروسيس هتاخد السي بي يو مش هتسيبها غير لما تخلص البيرست بتاعتها فهنلاقي ان هم كلهم خلصوا في اول بيرست فخلاص هو اتحول انه بقى شبه الفيرست كوم فيرست سيرف.
What if any relation holds between the following pairs of algorithm sets? يعني اديني شوية pairs ويقول لي ايه الrelation ما بينهم. فمثلا priority and shortest job first, تفتكروا ايه الrelation ما بينهم هما الاثنين؟ priority و shortest job first. هنا انا بختار what to run based on مين اللي اقل ليه اقل CPU burst, وهنا مين اللي ليه اعلى priority. فايه الrelation ما بينهم؟ بالضبط. يعني كأننا بنقول ان البرايورتي دي هي الانفرس من السي بي يو بيرست تايم. فلو انا خدت البرايورتي هي مقلوب السي بي يو بيرست تايم, فده معناه كل ما السي بي يو بيرست تايم قل كل ما البرايورتي بتزيد, فبالتالي اقدر اقول ان الشورتست جوب فيرست هو اللي البرايورتي فيها تبقى بالمنظر ده, لانه في الاخر يبقى شايف البروسيس اللي هي برايورتي اعلى هي اللي ليها سي بي يو بيرست تايم اقل. حد عنده مشكله في ده؟ احنا عايزين نشوف ايه الريليشن اللي ممكن تبقى بتربط بين شورتس جوب فيرست وبرايورتي, يعني ازاي من واحد اقدر اوصل للتاني. فالبرايورتي لو استخدمت البرايورتي سكادجولينج الجوريزم, بس بدل ما احط برايورتي نمبر معين زي ما كنا شفنا في المساله ان البروسيس ليها برايورتي 1 و2 و3, لا تبقى البرايورتي دي كومبيوتد اكوردنج للسي بي يو بيرست تايم بتاعتها. يعني لو بروسيس عندها سي بي يو بيرست تايم بيساوي 2 فهتبقى البرايورتي بتاعتها هاف, لو السي بي يو بيرست تايم بتاعتها ب8 فهتبقى البرايورتي بتاعتها 1 اوفر 8. ففي الحاله دي بقى عندي ادي مثلا بروسيس بي 1 وبي 2 البيرست زي ما قلنا 2 8, ففي الحاله دي البرايورتي هتبقى هاف 1 اوفر 8. دلوقتي البرايورتي سكادجولر ده يوم ما يحب يسلكت هيسلكت اللي ليها اعلى برايورتي, اللي هي في الحاله دي اللي هي ليها اقل بيرست تايم, يعني كانه بالظبط شورتست جوب فيرست البي 1. يعني ده البيرست تايم, وانا خليت البرايورتي نمبر بيساوي 1 اوفر البيرست. اوكي خلاص, خلينا نقول كده صراحة ان the higher the priority او the higher the number the higher the priority. هي برضو يعني حاجة تلخبط عندك تمام. multi level feedback queue and first come first served. فالmulti level feedback queue لو تفتكروا عندنا اكتر من كيو, فبنقول ان الفيرست كوم فيرست سيرف هو عاده هيكون اخر كيو في المالتي ليفل فيدباك كيو. ليه؟ لان اي بروسيس اساسا هتوصل عند فيرست كوم فيرست سيرف فهي هتخلص قبل ما تلف لفه ثانيه, فعشان كده دايما بسيبه هو الليفل اللي في الاخر علشان اضمن ان اي بروسيس وصلت ليه هو انا ما عنديش بديل غير انها تخلص هنا, يا اما ان انا لو يعني حصل لها ستارفيشن ابدا الى لفوق. بس لو حصل انها وصلت هنا فبستعمل معاها نون بي ام تبقى البريزم عشان اخليها تخلص ونخلص تمام. اوكي الريليشن ان اخر ليفل في المالتي ليفل فيدباك كيو اخر كيو فيها هو فيرست كوم فيرست سيرف, عشان قلنا ان المالتي ليفل فيدباك كيو عنده كذا بارامتر number of queues scheduling algorithm for relation in the first conference circuit is one of the queues used in multi level feedback queue we most frequently it is the lowest level. The priority will first come مش هيحصل لها starving, بس ممكن يحصل starvation لو دايما التو كيوز دول مليانين فعمرنا ما بدأنا نسكادجول من الكيو ده. يعني احنا المفروض في المالتي ليفل الكيو ده ليه priority اعلى, وده البرايورتي قلت وده البرايورتي قلت خالص. فطول ما انا عندي بروسس موجوده في الكيو ده او ده انا مش هاكسكيوت حاجه من هنا. امتى هبدا اكسكيوت من هنا؟ لو الاثنين دول فاضيين. طب افرضي الاثنين دول عمرهم ما فضيوا, انا عمري ما اكسكيوت من هنا فيحصل ستارفيشن.
لو ربنا اراد ودول فيديو فخلاص دول اوكي هيجت اكسكيوتد وهيخلصوا البريس تايم بتاعتهم. بس الاسترفيشن ممكن تيجي من امتى؟ لو دول عمرهم ما فيديو. حد عنده سؤال؟ الفيرست كوم فيرست سيرفد والبرايوريتي ايه ريليشن ما بينهم؟ priority و first come first serve. ال priority أنا بسلكت اللي هي priority أعلى وال first come first serve بسلكت اللي بتوصل الأول. فتفتكروا ممكن نعمل relation بينهم اللي وصلت الأول ليها priority أعلى. طيب ال round robin وال shortest job first. round robin وال shortest job first ما تتعبوش نفسك هو no relation لأن ال round robin احنا قاعدين بنلف وال shortest job first بنسلكت based on مين اللي ليها quantum L أو sorry time L فملهاش مفيش بينهم حاجة توصلني للتاني. Why it's important for why it's important for scheduler to distinguish input output bound programs from CPU bound programs. يعني ليه مهم للسكادجولر إنه يكون عارف يفرق بين نوعين البروجرامز دول. لو فاكرين الانبوت output bound programs دي اللي قلنا بتحتاج تعمل small CPU burst وبعد كده input output burst يعني تنفذ input output burst وبعد كده CPU burst ثم input output burst وهكذا. أما CPU bound process فدي اللي هي تبقى عايزة تعمل CPU burst كبيرة قبل ما تحتاج انها terminate أو wait input output. فايه ميزه ان السكادجولر يبقى عارف يفرق بينهم هما الاثنين تفتكروا؟ ان البروسيس اللي بتبقى بتعمل انبوت اوتبوت اوبريشن احنا قلنا انها بتاخد بريست قليله فبتبقى محتاجه كوانتم اوف تايم قليل يكفيها انها جت اكسكيوتد وتخلص وتروح تنفذ الانبوت اوتبوت اوبريشن. في حين ان السي بي يو باوند بروسيس دي اول لما بتجت الالوكيتد السي بي يو هتفضل ترند لحد ما تخلص البرست بتاعتها. فالسكادجولر لو عارف يفرق بين الاثنين هيبقى احسن بالنسبه له ان هو يالوكيت السي بي يو للانبوت اوتبوت ديفايس او الانبوت اوتبوت باوند اوبريشن الاول اللي السي بي يو برست بتاعتها قليله عن ان الالوكيتد للسي بي يو باوند بروسيس ليها سي بي يو برست كبيره. ليه؟ زي ما اتكلمنا في الجزء بتاع shortest job first algorithm لو تفتكروا ان احنا احسن لنا نسكجل البروسس اللي ليها burst time قليلة اللي هي عندنا input output bound عن اننا نسكجل CPU bound الاول. ليه؟ لان احنا لو عملنا سكجل للinput output bound هي تروح تنفذ CPU burst وبعد كده تروح تستخدم الinput output devices تخليها تعمل حاجة. لكن لو عملت execution الاول للCPU bound process فهي هتبقى بتاكسكيوت على السي بي يو حاجه في التايم اللي بتاكسكيوت فيه. انا لا مستفاده من الانبوت اوتبوت ديفايسز ولا مستفاده باي حاجه. انا الانبوت اوتبوت باوند بروسيس هي قاعده عندي قاعده مستنيه جاست ويتنج. فالاحسن ان انا لا اكسكيوت الانبوت اوتبوت باوند بروسيس الاول بس انها تنفذ البرست اللي هي عايزاها وتروح تنفذ الانبوت اوتبوت اوبريشن. وهي بتنفذ انبوت اوتبوت اوبريشن اخلي السي بي يو بقى تكسكيوت السي بي يو باوند بروسيس. ده اللي كان في الفيرست كوم فيرست سيرفد. لو تفتكروا في اخر مثال فيه كنا اتكلمنا عن ميزه ان احنا نكسكيوت الشورت رانينج بروسيس بعد اللونج رانينج بروسيس او الانبوت اوتبوت باوند الاول وبعدين السي بي يو باوند. حد عنده مشكله؟ Discuss how the following pairs of scheduling criteria conflict in certain settings. يعني هو هيديني two criteria وعايز يعرف ايه الconflict ما بينهم. يعني ليه لما احاول احسن واحد التاني يبوظ. CPU utilization and response time. ليه بي conflict؟ فتعالوا نفكر فيها بالراحة. احنا علشان نزود CPU utilization هنحتاج نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نقلل ايه؟ نقلل الويتنج. خلي بالك هو الويتنج والترن اراوند ده بيتحسب للبروسيس مش للسي بي يو. السي بي يو بالنسبه لها هو دايما هيبقى في حد بيكسكيوت بس السي بي يو انت ما بيحصلش فيها اكسكيوشن. لو تفتكروا during the context switch مظبوط. يعني انا عشان ازود السي بي يو يوتيلايزيشن محتاج اقلل الكونتكست سويتش اللي هو بالنسبه لي اوفر هيد تايم بضيعه على الفاضي. السي بي يو مش بتكسكيوت عليه حاجه.
طب انا لو قللت من الكونتكست سويتش ايه اللي هيحصل في الريسبونس تايم؟ هيزيد. ليه؟ بدل انا قللت في الكونتكست سويتش ده عملت البروسيس بي 1 دي طب اكسكيوت لوقت طويل وبعد كده عملت كونتكست سويتش. الوقت الطويل اللي هي قاعده تكسكيوت فيه ده هيزود الريسبونس تايم بتاع اي بروسيس تانية هتكسكيوت بعدها. عن لو كنت عملت الكونتكست سويتش ده بدري فبالتالي خليت بروسيس بي 2 تبدا تريسبوند اسرع فيبقى الريسبونس تايم بتاعها قليل. متفقين؟ الافريج تيرن اراوند تايم والماكسيمم ويتنج تايم. برضه نفكر ازاي هنزود الافريج تيرن اراوند تايم. تعالوا نفكر فيها بطريقه ثانيه. ايه احسن الجوريزم بيطلع لي افريج تيرن اراوند تايم؟ الشورتست جوب فيرست. طب انا لو دلوقتي استخدمت شورتست جوب فيرست فطلعت احسن افريج ويتنج تايم. ايه اللي بيحصل في الماكسيمم ويتنج تايم؟ يعني ايه ماكسيمم ويتنج تايم؟ يعني انا عندي شويه بروسيسز طلعت كل واحد منهم حسبت لهم ويتنج تايم وفي ويتنج تايم اعلى ما يمكن ده بتاع واحده من البروسيس ده الماكسيمم بتاعي. كل لما استعملت يعني الافريج تيرن اراوند تايم سوري كل ما استعملت الشورتست جوب فيرست وحسنت من الافريج تيرن اراوند تايم كل لما هلاقي البروسيس اللي محتاجه وقت طويل تران بتعاني ممكن حتى تستورف فالويتنج تايم بتاعها عمال بيزيد. ليه؟ كل ما تحس ان عليها الدور تيجي بروسيس ليها بيرس تايم اقل فالسكادجول ريسلكت فده يخلي الماكسيمم ويتنج تايم بتاع البروسيسز اللونج رانينج بيسوء في حين ان انا لو عايز احسن من الماكسيمم ويتنج تايم ده هلاقي انه بيجي على حساب الافريج تيرن اراوند تايم. تمام؟ زي مثلا لو تفتكروا في الراوند روبن كنا قلنا ان الراوند روبن بيحسن لي من الويتنج تايم بتاع البروسيسز والريسبونس بس في المقابل التيرن اراوند تايم هتلاقوه اسوأ من الشورتست جوب فيرست. تمام؟ الانبوت اوتبوت ديفايس يوتيلايزيشن والسي بي يو يوتيلايزيشن ازاي احسن الانبوت اوتبوت ديفايس يوتيلايزيشن؟ تفتكروا ازاي؟ ان ايه؟ ان انا ازود input output bound processes وافضل execute them بس ده هيعمل لي ايه في السي بي يوتيلايزيشن؟ هيخلي لي السي بي يوتيلايزيشن يقل لان الانبوت output bound processes هتبقى محتاجه تعمل context switch عمال على بطال كل شويه بتexecute حبه صغيرين وcontext switch فالcontext switch الكتير ده هيبقى overhead هيقلل لي السي بي يوتيلايزيشن فهم عكس بعض. الانبوت output device utilization هيتحسن لو عملت execution الانبوت output bound process والسي بي يوتيلايزيشن هيتحسن لو عملت اكسكيوشن للسي بي يو باوند بروسيس او لونج رانينج بروسيس. تمام؟ معانا سؤال. السؤال ده بقى فيه كذا بارت فهو مديني مساله والمساله دي عايزنا نحلها بكذا الجوريزم وكل الجوريزم نطلع الويتنج تايم والتيرن اراوند تايم ونشوف اني الجوريزم من دول هيدينا ذا مينيمم افريج ويتنج تايم. فتعالوا كده نكتب المعلومات ونشوف هنحلها ازاي. فاول حاجه معانا ادي البروسيس بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 وبي 5 ومعانا البرست ب 10 و 1 و 2 و 1 و5 ومديني برايورتي 3 1 3 4 2 اوكي طب 8 بيقول consider a variant of the round robin scheduling algorithm in which the entries in the ready queue are pointers to the PCB. يعني أنا دلوقتي عندي round robin scheduling algorithm والentries اللي في الكيو هي عبارة عن pointers للprocess control block. يعني عندي في ready queue pointer للprocess control block بتاع process 0, process 1, process 2 وهكذا. بيقولي بقى إيه اللي هيحصل لو What would be the effect of putting two pointers to the same process in the ready queue? يعني جوه ready queue حطيت pointer لنفس البروسيس مرتين. يعني وليكن هنا حطيت PCB1 مرتين وانا بستعمل
راوند روبن سكادجلينج الجوريزم. فايه اللي انا ايه الايفكت ايه اللي هيحصل؟ هاخدها مرتين بدل ما باخدها مره واحده في الدفع. هنا لا بي سي بي 0 1 2 1 بعد كده 0 1 2 1 فهنلاقي بروسيس بي 1 في اللفه الواحده بتجوت اكسكيوتد باي 2 تايم بوينت. فبالتالي هي كده كاننا زودنا البرايورتي بتاعتها او اديناها ميزه اكتر. طب what would be the major advantage and disadvantage of this scheme؟ ايه اللي هستفيده من حاجه زي كده؟ انها تتنفذ اسرع. طب ايه ال disadvantage؟ الباقيين هم اللي هيعانوا. يعني process P1 و P2 هي المفروض انها بتcompete مع 3 processes، بس في الحقيقه هي كده شكلها بتcompete مع 4، فده بيخليها تريسيف تايم كوانتم اقل في اللفه. How would you modify the basic round robin algorithm to achieve the same effect without the duplicate pointers؟ يعني ازاي نقدر نوصل لنفس الالجوريزم بس من غير ما استعمل الدوبليكيت بوينترز دول؟ يعني ان انا يكون عندي اكتر من كوانتم تايم. يعني انا في الاخر لما عملت ريبيت للبوينتر ده مرتين، الحاجه اللي استفدتها ان البروسيس بي 1 بقت عندها 2 تايم كوانتم دول بتكسكيوت فيهم. طب لو انا عملت مثلا 2 كيوز، كيو منهم التايم كوانتم بتاعه اكس وكيو تاني التايم بتاعه 2 اكس، وخليت بروسيس بي 1 ده في الكيو ده والبروسيس بي 0 وبي 2 في الكيو ده، فبالتالي هوصل برضو لنفس النتيجة من غير ما احتاج ان انا ادوبليكيت البروسيس دي جوه الكيو. تمام؟ مش فاهمة الحد؟ يعني فاهمة الحد فكرة ان كده هي بتريسيف 2 تايم كوانتم؟ تمام. لو انا عايز اعمل نفس الايفكت بس من غير ما اريبيت البوينتر بتاع البروسيس دي مرتين في الكيو، ممكن احلها ازاي؟ ان انا اخلي في الالجوريزم عندي افيلبل اساسا ان البروسيس يكون عندها اكتر من تايم كوانتم. يعني شويه بروسيس تاخد تايم كوانتم 1 وشويه بروسيس تاخد تايم كوانتم 2، فالبروسيس اللي انا عايزها هتكسكيوت ده زملائها دي ادخلها في الكيو اللي التايم كوانتم بتاعه 2، البروسيسز التانية تدخل في الكيو اللي التايم كوانتم بتاعه بقى. بس ايه؟ دوبليكيتد في ايه؟ لا هو كده انا عندي 3 بروسيسز، فيوم ما احبها اكسكيوت هاكسكيوت بروسيس بي 0 وبعد كده بي 2 مثلا وبعد كده بي 1، بي 1 هتاخد ده في التايم كوانتم، فيبقى كما لو كاني عملت دوبليكيت للانتري بتاعتها في الكيو. تمام؟ مثلا بس يعني هو احنا هنا مش عايزين برايورتي، احنا هنبقى بنراوند روبن بين التو كيوز، بس الفرق ان كيو منهم ليه كوانتم مختلف عن التاني. بس هو كده كده في الاخر كلهم بيتقلبوا، يعني كلهم في الاخر انت عمال بتلف كانها دايره ما لهاش بدايه ونهايه. تمام. Consider a system running 10 input output bound task and one CPU bound task. تمام؟ يعني احنا عندنا 10 input output bound one CPU bound. العشرة input output bound دول ال burst time بتاعتهم بوان. يعني ايه؟ يعني هم قلتلك انه بيحتاجوا يعملوا اكسكيوشن لانبوت اوتبوت اوبريشن كل 1 سكند، يعني هيقضوا على السي بي يو 1 ملي سكند يعملوا اكسكيوشن وبعد كده يحتاجوا انبوت اوتبوت اوبريشن، يعني البريس تايم بتاعتهم 1. السي بي يو باوند بروسيس ما قالش، بس احنا عارفين ان السي بي يو باوند بروسيس البريس تايم بتاعتها بتبقى رقم كبير. الجزء اللي بعديه هو بيقول ان كل input output operation هتتيك 10 ملي سكند to complete. يعني ايه؟ يعني العشرة input output bound processes دول خلينا نمسح دي كده، المفروض انها تعمل CPU burst one time unit، وبعد كده هتحتاج تنفذ input output operation هتاخد منها عشان تخلصها 10 time unit.
بعد كده المفروض انها تعمل CPU version one time unit. وبعد كده input output operation وهكذا. نقعد بقى CPU based input output cycle وهكذا. الانبوت اوتبوت سايكل ب1 السي بي يو بيرست كده ب1 الانبوت اوتبوت اوبريشن بتاعه. فده معناه ان الانبوت اوتبوت بيرس سايكل بتاعه. also assume ان الكونتكست سويتشنج اوفر هيد از 0.1 ملي سكند. يعني انا عندي كونتكست سويتش الاوفر هيد بتاعه بيساوي 0.1 ملي سكند. And suppose بقى ان كل البروسيسز دول are long running tasks. يعني هو مش هيخلصوا. نعتبر ان دول الانبوت اوتبوت اوبريشن للسي بي يو بس هيقعد كده يقلب ما بينهم infinitely. وان السي بي يو بقى البروسيس دي عايزه تكسكيوت infinitely long run. فبيقول لي describe the CPU utilization for round robin scheduler لو التايم كوانتم 1 ملي سكند. معناه ايه؟ احنا دلوقتي زي ما اتفقنا معانا 10 input output bound process و 1 CPU bound process. هننفذ عليهم scheduling نوع round robin. ال time quantum بتاعه ب 1. عايزين نعرف CPU utilization في الحالة دي هتبقى بكام. طب احنا اتفقنا CPU utilization دي معناها ايه؟ ال percentage of time اللي CPU بترن process. طب وده ممكن يكون affected بايه؟ بالنمبر اوف كونتكست سويتشنج اللي فيها السي بي يو مش هتكون بتعمل حاجه غير انها قاعده بتبدل بين البروسيسز. فتعالوا نشوف شكل الاكسكيوشن بتاعنا كده. نرسم جراف دايجرام نحاول نفهم بيه اللي بيحصل. انا دلوقتي عندي 10 input output bound process. فات تايم 0 مثلا I selected اول input output bound process to run فخلصت الكوانتم بتاعتها. وبالصدفة الكوانتم ده قد التايم اللي هي اوريدي محتاجاه على السي بي يو. فالمفروض بعد ما تخلصها هتروح تعمل انبوت اوتبوت اوبريشن هتاخد 10 تايم يونت. ده معناه انها هتقعد هنا تعمل انبوت اوتبوت اوبريشن فهتبقى ريدي تاني تو اكسكيوت بعد ما الانبوت اوتبوت اوبريشن دي تخلص. يعني التايم 1 بلس 10 تمام. التايم 11 المفروض دي هتبقى ريدي تاني تو اكسكيوت. احنا شغالين راوند روبن فالمفروض بعد اي 1 هنسكجول اي 2. فبرضو اي 2 بعد ما خدت الكوانتم ده طلع الاماونت اوف تايم اللي هي محتاجاه تو اكسكيوت فهتروح تنفذ انبوت اوتبوت اوبريشن لمده 10. فبالتالي هتبقى ريدي التايم 12 وهكذا اي 3 اي 4 لحد ما نوصل لاي 10 إلا هتخلص التايم 10. بعد كده هيجي دور السي بي يو باوند بروسس. السي بي يو باوند بروسس هتاخد التايم كوانتم اللي احنا مدينه لها اللي هو 1 تايم يونت. وبعد كده المفروض ان الراوند روبن يلف تاني على الانبوت اوتبوت باوند بروسس رقم 1. هل باي ذات تايم البروسس دي هتكون افيلبل في الريدي كيو ولا هتكون لسه بتعمل انبوت اوتبوت اوبريشن؟ هتكون ريدي عشان هي هتبقى ريدي ات تايم 11. فساعتها نقدر ان احنا نالوكيت الاي 1 وبعد كده اي 2 وبعد كده اي 3 وتلاقونا بنكمل اللفه بتاعتنا دي تاني. طب لو عايزين نشوف السي بي يو يوتيلايزيشن في الكيس دي هتبقى شكلها عامل ازاي، فانا هلاقي انه تقريبا الشكل بتاعي عامل ازاي. ان انا باكسكيوت ا بروسيس فور 1 تايم يونت وبعد كده بنفذ كونتكست سويتشنج اللي هو قال لي هياخد 0.1 تايم يونت وبعد كده هنفذ بروسيس ثانيه وكونتكست سويتشنج. فكاني هاخد ان دي البيريد اللي قاعده عماله بتريبيت معايا. طب وذين البيريد دي انا استخدمت السي بي يو لمده 1 تايم يونت في حين ان البيريد دي التايم بتاعها هو ال1 بلس ال0.1 اوفر هيد. فيبقى السي بي يو يوتيلايزيشن بتاعي بيساوي الفاليو دي تمام. هنا تلاقيه بيقول لك ان الانبوت اوتبوت باوند تاسك ايشو ان انبوت اوتبوت اوبريشن وانس كل every 1 millisecond of CPU execute. انت شايف؟ once for every millisecond يعني مش يعني احنا عليها
every milli second one يعني every one milli second يعني كل ثانية يعني milli second مش seconds مش احنا ايه تعريفنا للسي بي يو بريس تايم مش تعريفنا انها تكون خلصت اكسكيوشن لا ده الاماونت اوف تايم اللي انا محتاجه تو ران اون ذا سي بي يو قبل ما يجي لي اي حاجه تخليني اتنقل لويتنج ستيت او ان انا اترمينيت عشان هو في السؤال بيقول ان الانبوت اوتبوت باوند تاسك ده هتعمل انبوت اوتبوت اوبريشن بعد 1 ملي سكند من سي بي يو كومبيوتنج ان انا الانبوت اوتبوت ديفايس او انبوت اوتبوت باوند بروسيس هتبقى محتاجه تعمل بعد اكسكيوشن 1 ملي سكند على السي بي يو انبوت اوتبوت اوبريشن يعني هي هتحتاج تران على السي بي يو 1 سكند وبعد كده تكسكيوت انبوت اوتبوت اوبريشن يعني البرست بتاعتها 1 ده ايه؟ assume that input output bound task issue an input output operation once for every millisecond of CPU computing يعني every millisecond of CPU computing هن issue an input output bound task بص هو في الاخر يعني كانها كومبريهنشن فكل المعاني تحتمل بس يعني انا حاسه انها مفهومه يمكن انت متضايق انها مش فور افري 1 ملي سكند بس هي فور افري ملي سكند يعني لكل ملي سكند هتكسكيوت على السي بي يو هنحتاج نعمل انبوت اوتبوت اوبريشن في البارت الثاني بقى بيقول طب وات اف التايم كوانتم بتاعي 10 ملي سكند ففي حاله ان التايم كوانتم 10 ملي سكند ايه اللي هيفرق التايم كوانتم 10 انا هدي السي بي يو لاول انبوت اوتبوت باوند بروسيس الكوانتم اب 10 بس هي محتاجه اونلي 1 وبعد كده هتعمل انبوت اوتبوت اوبريشن فهناخد ال1 اللي هي محتاجاها وبعد كده هتعمل الانبوت اوتبوت اوبريشن اللي هتاخد 10 تايم يونت فهتبقى برضو ready at time 11 وهكذا برضو بالنسبة ل I2 و I3 لحد I10 نيجي عند I10 المفروض الـ CPU تاخد الـ أو الـ CPU bound process تاخد الـ CPU أو to got selected الـ CPU bound process هي long running process فبالتالي هتاخد الـ quantum بتاعها كله اللي هو في الحالة دي يساوي 10 وبعد كده التايم 20 هنرجع نلف اللفه بتاعتنا من الاول ان احنا نسلك I1 ثم I2 ثم I3 وهكذا ففي الحاله دي هنلاقي ان البيريود اللي بتتكرر دلوقتي ما ينفعش اخد البيريود دي لان البيريود دي مش شبه اللي حصل في الجزء ده فهنلاقي البيريود اللي عماله بتتكرر معانا هي البورت ده صح كده؟ ممكن في السؤال اللي فات تعمل كده عشان اعملها ممكن ففي الحاله دي هنقول ان في البارت ده انا عملت اكسكيوشن ريل اكسكيوشن على السي بي يو بيساوي ان ال10 انبوت اوتبوت ديفايسز كل واحده منهم اخذت 1 تايم يونت بلس السي بي يو باوند تاسك دي اخذت 10 تايم فيبقى التوتال اكسكيوشن تايم الريل اكسكيوشن او السي بي يو تلايز 20 تايم طب الكونتكست سويتشنج تايم هنلاقي ان كل واحده من ال10 انبوت اوتبوت ديفايسز عمل الكونتكست سويتش ب 0.1 والسي بي يو برده عمل الكونتكست سويتش ب 0.1 فهنلاقي ده يطلع لنا في فاليو الـ CPU utilization في الآخر هيساوي الـ 20 over الـ 20 plus الرقم ده إن هو قالك إنها long running task هما كلهم long running ما قالكش إن الـ CPU task دي هتعمل input output operation فبالتالي هي مش هتحتاج حد interrupted هتاخد quantum هتستخدم الـ quantum ده كله بسهر ايه الـ input output
الانبوت اوتبوت بروسيس ليه هتتنفذ ورا بقى. يعني بص براحتك، لو انت حابب مثلا انك تكسكيوت السي بي يو في النص وبعد كده تكمل انبوت اوتبوت، تمام، مش هيحصل فرق في الاجابه. ان السي بي يوتيلايزيشن بتاعي زاد عن لما كان التايم كوانتم 1، وده اللي كنا اتكلمنا عنه، ان كل ما قلل عدد مرات الكونتكست سويتشنج اللي احنا قللناها في البارت ده كله، كل لما السي بي يوتيلايزيشن بتاعتي هتزيد. تمام. كويستشن 10 بيقول consider a preemptive priority scheduling algorithm based on dynamically changing priorities. Larger priority number imply higher priority. فهنا صراحة كان قال إن البريوريتي الأعلى هي اللي ليها رقم أعلى. When a process is waiting for CPU in ready queue but not running, its priority changes at rate alpha. يعني والبروسيس في ready queue البريوريتي بتاعتها بتتغير بريت ألفا. And its priority change at rate beta when it's running. يعني لما تتنقل الرنر ان كل البروسيسز ار جيفن ا برايورتي اوف 0 وان دي انتر ذا ريدي كيو. يعني انيشلي البرايورتي بتاعت اي بروسيس بتساوي 0. ذا بارامتر الفا اند بيتا كان بي سيت تو جيف ماني ديفرنت سكيدجولينج الجوريزم. فايه هو الالجوريزم اللي هيرزلت لو كان بيتا اكبر من الفا اكبر من 0؟ بمعنى ايه؟ البروسيس بتدخل ببريوريتي 0. في اول كيس دي بيقول ان الالفا از جريتر ذان 0، ده معناه ان كل ما البروسيس هتقضي وقت اكتر في الريدي كيو كل ما البريوريتي بتاعتها هتزيد. وان البروسيس البريوريتي بتاعتها بتزيد لو هي ران بريد بيتا اللي هو اعلى من الفا. ده معناه ان انا اول لما البروسيس هتيجي هي ليها برايورتي 0، البروسيس اللي قاعده كتير في الريدي دي هتبقى ليها اعلى برايورتي نمبر، فهختارها انها ترن. وهي بترن البرايورتي بتاعتها بتزيد بريت اسرع من اللي كانوا موجودين في الريدي كيو. فتفتكروا ده اني سكيدجولينج الجوريزم، اني سكيدجولينج الجوريزم اللي هيخلي البرايورتي تزيد كل ما نقضي وقت اكتر في الريدي والبروسيس اللي في الرن البرايورتي بتاعتها first come first served. ليه؟ لان البروسيس اللي بتوصل الاول هي اللي هتقضي وقت هنا اكتر، فبالتالي هي البرايورتي بتاعتها هتزيد اكتر. تمام. طيب ايه اللي هيحصل لو عكسنا؟ لو الالفا less than بيتا less than 0، معناه ان البروسيس هتوصل اول لما تدخل جوه ريدي كيو البرايورتي بتاعتها بتقل، فبالتالي اي بروسيس لسه داخله هي البرايورتي بتاعتها هتكون اعلى واحده فيهم، فبالتالي اي بروسس لسه داخله هي اللي احنا هنسلكت تو ران. وهي بترن البرايورتي بتاعتها بتقل بس بريت اقل من اي بروسس ثانيه موجوده جوه الريدي كيو. فده تفتكروا ايه؟ مكتوب لاست ان فيرست اوت. ده حاجه احنا ما اتكلمناش عنها بس هي عكس الفيرست كوم فيرست سيرف. لاست ان فيرست اوت معناه ان اول واحد يجي هو اللي هيران الاول، لو هو بيران حد جديد جه ندخله يران وهكذا. فدايما انا بخلص اللي بيجي اسرع او اللي بيجي سوري اللي بيجي متاخر. تمام. طيب احنا دلوقتي هنرجع للسؤال اللي عديناه. معلش انا عارفه ان انا طولت عليه بس احنا اساسا بادئين متاخر. ما احنا عندنا شابتر 6، ولو دخل شابتر 6 في الميد ترم من مصلحتك نتكلم عنه في السكشن ده مصلحتك. السؤال ده باستخدام شوية algorithms first come first served. ففي أول مثال first come first served، فكلهم المفروض حصل arrived at the same time. فلو هنستعمل first come first served، فالأول هنallocate the CPU to process P1، فهتاخد البرست بتاعتها اللي هي الدف، ثم process P2 فهتاخد البرست بتاعتها اللي هي B11، ثم بروسيس بي 3 هتاخد البرست بتاعتها ب2، ثم بي 4 هتاخد البرست بتاعتها،
ثم اخيرا بي 5 هتاخد الريست بتاعتها وتخلص عند 90. حد عنده مشكله؟ لو عايزين نحسب الافريج تيرن اراوند هو الفينش ماينس الارايفل، فالفينش بتاع بروسس بي 1 10 الارايفل بتاعهم كلهم بزيرو، بروسس بي 2 الفينش بتاعها ب 11 الارايفل بزيرو، بي 3 الفينش بتاعها ب 13 والارايفل بزيرو، بي 4 الفينش بتاعها ب 14 والارايفل زيرو، بي 5 الفينش بتاعها 19. لو عايزين الافريج ويتنج تايم فالويتنج تايم بتاع اي بروسس من دي هو نفس التيرن اراوند بس بنطرح منه البيس، فنفس الارقام دي هنطرح منها الفاليو سي، فهتبقى 10 ماينس 10 11 ماينس 1 13 ماينس 2 14 ماينس 1 19 ماينس 5. حد عنده مشكله في دي؟ طب لو حبينا نحلها بشورتست جوب فيرست، مدام قال لي شورتست جوب فيرست وما حددش فيبقى كده ده نون بري امبت، وهما كلهم arrived at time zero، فat time zero هنشوف مين لي burst أقل، فاللي هنلاقي لي burst أقل ال P2 وال P4 عشان ليهم burst time one. تمام؟ اللي عايز يتكلم يا جماعة يتفضل في هدوء وصمت. تمام؟ فلقينا هما الاثنين عندهم burst time one، ففي الحالة دي هو محدد ليش algorithm تاني أحل بيه مشكلة لو اثنين تساوي فخلاص هنسلكت اللي ليها index أقل الأول، فهنرن P1 الأول أو سوري P2 الأول وبعد كده هنرن P4. دي خلصت ودي خلصت، البيرست تايم اللي هسلكتت بعد كده هي أصغر واحدة بتاعت P3 فهتاخد الاثنين اللي هي عايزاها، ال P5 هتاخد الخمسة اللي هي عايزاها، وأخيرا P1 هتاخد التن اللي هي عايزاها. تيرن أراوند تايم نفس الطريقة، P1 finished 19 arrived 0، P2 finished 1 و arrived 0، P3 finished at 4 و arrived at 0، P4 finished at 2 arrived at 0، P5 finished at 9 و arrived at 0. عايزين ال waiting time نمسك دول ونطرح منهم ال burst time. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ ال non-preemptive priority وقايل ان smaller priority number implies a higher priority، فكل ما ال priority number قل كل ما معناه ال process ال priority بتاعتها زادت، ففي الحالة دي initially هنselect ال process اللي هي أعلى priority اللي هي P2 محتاجة the time unit 1، بعد كده ال process اللي هي priority أعلى هي P5 هي priority 2 فهتاخد for time unit 5، وبعد كده هلاقي ان priority بتاعت P1 و P3 هما الاثنين ليهم نفس القيمة اللي هي 3، هو ما قاليش algorithm تاني احل بيه المشكلة فهنسلكت اللي ليه اقل index، فهندي P1 ال time unit اللي هي عايزاه اللي هو 10، ثم P3 ال time unit اللي هي عايزاه اللي هو 2، واخيرا اخر process اللي ليها اقل priority اللي هي P4. ال turnaround time ل P1 16 minus 0، P2 1 minus 0، P3 18 minus 0، P4 19 minus 0 و P5 6 minus 0. عايزين ال waiting time هنعمل ايه؟ انا متأسف بس هو ما ينفعش اعمل انا اول دور طبعا، هو بدل ما قالكش ف يعني هتحتمل اجابات كتيره، انت هتعملها راوند روبن، حد هيعملها فيرست كوم فيرست سيرف، حد هيعملها بالاندكس، ف سبوز كده اي حاجه. طيب بس انا يعني اللي بشوفه في الحل في الكيس دي ان هما بيختاروا ان هما يستخدموا اقل اندكس. ولو ايه؟ هو قال لك الجرافيك بقى يعني فلو عاد راوند روبن هو قصده راوند روبن لو البرايورتي ده ساوت، يعني زي هنا في بي 1 وبي 3 فهمت قصدك برضو واجه. اوكي ممكن اخر حاجة الراوند روبن ومديني تايم كوانتم وان، فراوند روبن بس ايه تبقوا حالي وان كنتوا بتحلوها تحاولوا ان انتوا تكتبوا كم واحدة عملت وفضل لها قد ايه عشان فيها حاول شوية. فتعالوا كده، اولا بي 1 هتاخد فور وان تايم فهيبقى لها 9،
بي2 هتاخد في وان تايم فالحمد لله هتخلص. بي3 هتاخد في وان تايم فهيتبقى لها واحد. بي4 هتخلص. بي5 هيتبقى لها 4. وبعد كده بي1 وبي3 وبي5 كل واحدة منهم هتاخد تايم يونت فهيتبقى 8 ودي هتخلص و3. بعد كده يبقى لي البروسيس بي1 وبي5 فبي1 بي5 بي1 بي5 بي1 بي5 كده انا عملت في البارت ده الثلاث مرات اللي بي5 محتاجاه فخلصت بي5 وهنا صرفت ثلاث مرات فيبقى لي 5 12 13 4 الخمسة اللي فاضلين دول بي1 بقى هتاخدهم في الاخر. حد عنده مشكله في اللفه دي؟ مش بين بي1 في الاخر لا لا مش هتقعد تقسم هي اصلا بيعمل بيوقف عند كل كوانتم بيشوف حد جه تاني ولا لا ولا هو يعني عند كل كوانتم هيشوف حد جه تاني ما لقاش فمش هيعمل الكونتكست سويتش. اوكي طيب في الحاله دي التيرن اراوند تايم بتاعي البروسيس بي1 نخلي بالنا بقى الفينش بتاع بي1 ايه يعني بي1 دلوقتي الاكسكيوشن بتاعها اتقسم فنشوف اخر مره ظهرت فبي1 اخر مره ظهرت كان هنا فيبقى الفينش بتاعها 19 والارايفل 0. بي2 انت اخر مره ظهرت فهدور من هنا بي2 فلاقي انها هنا التايم 2. بي3 ادور امتى اخر مره ظهرت فلاقيها اخر مره ظهرت كان التايم 7. بي4 ندور امتى اخر مره ظهرت التايم 4. واخيرا بي5 امتى اخر مره ظهرت فنلاقيها التايم 14. عايزين الويتنج تايم نمسك الفاليوز دي ونطرح منها البيست تايم بتاعنا. حد عنده مشكله؟ الارايفل كلهم في نفس الوقت اوكي حد عنده سؤال تاني خلاص افرام